فرق ما بين الاثنين في الدوري. طبعا لاسارتي من اورجواي، جروس من سويسرا. لاسارتي عنده 58 سنه، جروس عنده 65 سنه. نيجي الارقام لاسارتي، هنلاقي ان هو لعب في الدوري 10 ماتشات، كسب 9 وخسر 1، نسبه الفوز 90%. اللعيبه مع لاسارتي جابت 20 هدف بمعدل هدفين في المباراه الواحده. دخلت شباك النادي الاهلي 6 اهداف فقط، الشباك النظيفه بتاعتنا كانت 5. نيجي بقى لجروس، جروس لعب 22 ماتش، كسب 16، اتعادل 5، خسر 1، كانت من مباراة النجوم. نسبة الفوز بتاعت جروس 72.7، بس بعدد مباريات أكتر، بعدد مباريات أكتر طبعا، أكتر ضعف تقريبا، أكتر من الضعف كمان. يمكن لعيبة الزمالك جايبين 50 جون، دي هنا النقطة المهمة قوي، إن هم في ناحية الخط الهجوم عندهم أقوى خط هجوم في الدوري، 50 هدف بمعدل 2.3، أعلى من ناحيه النادي الاهلي طبعا مع لاسارتي. ولكن النادي الاهلي بيتفوق في الدفاع، النادي الاهلي داخل فيه 6 اهداف بس في 10 ماتشات، نادي الزمالك داخل فيه 20 هدف في 22 ماتش، نسبه كبيره يعني تقريبا هدف كل ماتش، هدف كل ماتش تقريبا. شباك نظيفه 7 ماتشات بس. فده اللي احنا هنقول بقى ايه نقاط القوه. طبعا اول حاجه في نقاط القوه لما نيجي نعمل كده مخطط نقاط قوه نادي الزمالك، خلينا بس نتكلم الاول في الاثنين المدربين والمقارنه ما بين مستر مارتن لاسارتي وكريستيان جروس. هل عامل السن بيفرق ولا بالعكس دي البعض يقول انها خبره؟ لا بيفرق، بيفرق يعني. الراجل هتلاقي مثلا جروس لاعب دربيهات كتير، هتلاقيه لاعب دربيهات كتير، لكن لاسارتي ممكن يكون لاعب اقل. جروس كمان عنده كذا تجربه في الدوريات، في سويسرا، في اكتر من في السعوديه. لاسارتي مثلا اول مره يدرب، اول مره في مصر، اول مره في قاره افريقيا. فيمكن اول ديربي ليهم. كمان النهارده لاسارتي في حاجه مهمه جدا، لاسارتي عمل كل حاجه حلوه، لساله يكسب الزمالك دايما، اللي بيكسب الزمالك، اي مدرب بيكسب الزمالك. انا من وجهه نظري حتى الان لاسارتي يعني طور من اداء النادي الاهلي، وبكل امانه الواحد بيتكلم بكل امانه، طور من اداء النادي الاهلي وطور من شكل النادي الاهلي، ولكن في النهايه لم يحدث اي انجاز يعني. لا، عشان يدخل لقلب جمهور النادي الاهلي تكسب الزمالك وتكسب افريقيا، الاثنين دول تحديدا يدخلوك قلب جمهور النادي الاهلي. فالنهارده ماتش مهم جدا لاسارتي عشان ان شاء الله يدخل قلوب بقى جماهير النادي الاهلي يعشقوه. طبعا الانتصار على الزمالك ده حاجه مهمه جدا جدا يعني بالنسبه لاي مدرب يعني. انت شايف ان عامل السن مش فارق كتير؟ لا لا، عامل السن مش فارق، ويعني باين الارقام بتبين ان جروس هجوميا مدرب بيهاجم بغض النظر عن الدفاع، دفاعيا ضعيف هجوميا قوي. لاسارتي عنده حته التوازن، هجوميا يعني المعدل يعتبر شبه قوي، ودفاعيا قوي جدا. طيب في القمه 117 مهم جدا ان احنا نعرف الزمالك سجل 50 هدف، 50 جول، نسبه كبيره جدا من الاهداف، وده تدل على قوه خط هجوم نادي الزمالك او قوه الناحيه الهجوميه في نادي الزمالك. طبعا كيف سجل نادي الزمالك 50 هدف؟ دي اول حاجه طبعا يعني ايه، نبص كده على مخطط ازاي نادي الزمالك جايب 50 هدف في الدوري، ده يفصل لك ايه نقاط قوتهم. حطه لنا يا سمير لو سمحت لو معاك. اقوى النادي الزمالك جايب من ال 50 هدف 9 اهداف من ضربات جزاء، 9 اهداف من ضربات جزاء. ايوه، وده وبيطالبوا بحكام اجانب، يعني نسبه 18% من اهدافهم ضربات جزاء. يعني خلينا نتكلم في رقم 2. رقم 2 ضربات ركنيه، 7 اهداف من ضربات الركنيه. خلي بالك الراجل الجروس دوت حسن الزمالك بشكل ملحوظ جدا في الضربات الركنيه، في الدربيات، وفي المباريات اللي هي بتبقى الصعبه شويه بتلاقي ان جروس يعني ماتش بيراميدز جابوا فيه جون من ضربه ركنيه. الماتش الاخير لو اللي هو ماتش المقاولين العرب، الونش رفعها على القريبه، كهربا رفعها للونش على القريبه جابها جون. عندهم اتنين تكتيك في الضربات الركنيه، يا اما بتتلعب على القريبه للونش، يا اما محمود علاء. حتى محمود علاء هداف الدوري من خلال الضربات الركنيه بضربات الراس وضربات الجزاء. مظبوط. رقم 3 تمرير طولي في العمق ليوسف اوباما، دي حاجه مهمه قوي، اللي هي الاحمر الفاتح على الشاشه، جايب 6 اهداف نادي الزمالك من خلال التمرير الطولي في العمق. اوباما دايما بيتحرك للعمق لمنطقه الجزاء، من احسن اللعيبه اللي بتكسر جوه منطقه الجزاء، ودي معانا صور ليها هنعرضها. بعد كده كهربا، يعني احنا اتكلمنا اول حاجه على اوباما، كهربا عرضيات كهربا نادي الزمالك جايب من خلالها 6 اهداف. تمرير طولي في ظهر الباك اليمين لكهربا 4 اهداف. اذا كهربا سلاح حاجتين، يا اما بيجيب اهداف يا اما بيعمل اسيست. بيجيب اهداف ازاي؟ ان هي بتتلعب له تمرير طولي في ظهر مثلا محمد هاني، يا اما ده هو كده بيجيب من خلالها اهداف، يا اما هو بيعمل اسيستات كتير. على فكره كهربا اعلى لاعب في الدوري عامل اسيست 10 اسيست من خلال العرضيات، كهربا مميز جدا بحته العرضيات. 6 اهداف لنادي الزمالك من خلال العرضيات. بعد كده برضو في طبعا عشان كده معدل كهربا اعلى لاعب في الدوري مشارك في اهداف هو كهربا، عامل جايب 10 تجوان وعامل 10 اسيست.
بعد كده طبعا في تمريرات بالخطا من المنافس، في تمريره من فرجاني ساسي في ظهر الباك ليفت، في متابعه تسديدات. فدول يعني ده السلاح المهم. ازاي نادي الزمالك جاب 50 هدف نمره 1 ركلات الجزاء، جايب من خلالهم 9 اهداف، نمره 2 الضربات الركنيه 7 اهداف، نمره 3 التمرير الطولي في العمق ليوسف اوباما، نمره 4 عرضيات كهربا، نمره 5 التمرير الطولي في ظهر الباك اليمين لكهربا. بما ان احنا اتكلمنا على التمرير الطولي في العمق، تعال نشوفه اوباما ازاي اوباما بيتحرك، بيبقى خافي ازاي، وايه ارقام اوباما. ارقام اوباما يمكن لو عملنا مقارنه ما بينه وما بين ناصر ماهر صانع الالعاب هنا وصانع الالعاب هنا، وعلى فكره اعلى 2 لعيبه في الدوري صناعه للفرص ناصر ماهر عامل 23 فرصه، يلي اوباما عامل 20 فرصه. فالمقارنه هتبقى نموذجيه ما بين الاثنين. يمكن السن، ناصر ماهر 22 سنه، اوباما 23 سنه، ناصر ماهر لاعب 21 ماتش جايب جون وصانع جون، عامل 23 فرصه. المحاولات الاون تارجت بتاعه ناصر ماهر 11، لكن اوباما لاعب 21 ماتش جايب 8 اهداف نسبه كبيره جدا، ودي اللي احنا اتكلمنا فيها، صانع 5 اسيست، عامل كام فرصه؟ 20 فرصه. طب المحاولات الاون تارجت كام؟ 17. المقارنه اللي معانا على الشاشه هنلاقي دي اهم حاجه فيها. طبعا نبص على معدل اهداف اوباما هنلاقيه 8، الاسيست بتاعه 5، اكتر من ناصر ماهر، بيروح على الجون كتير، بيتحرك في العمق، لكن ناصر معدل صناعه الفرص بتاعته اعلى. اعلى. وبالتالي يبقى ناصر لازم يحسن من ان هو ازاي يطلع على الجون، حته ازاي يجيب اجوان. ناصر ماهر لازم يطور من الحته دي. وعلى فكره برضه ناصر ماهر بيتظلم ممكن في المقارنه دي في حته، ان ناصر ماهر مع لاسارتي ما بيلعبش صانع العاب صريح. بيلعب كارتكاس ثالث، يعني طريقه الاهلي دايما 4 3 3 او 4 1 4 1 مع لاسارتي. عمرو السوليه مثلا، ناصر ماهر وحمدي فتحي. فناصر ماهر تلاقيه دايما متجنح ناحيه الشمال شويه، فما بيلعبش صانع العاب صريح، عشان كده تلاقيه بعيد شويه عن منطقه الجزاء. فدي نقطه مهمه جدا. طب نيجي نبص بقى ايه اللي مخلي معدل اهداف اوباما بالشكل ده. لو عرضنا الصوره اللي بعد كده، اوباما مميز قوي بحته الاختراق الطولي. الاختراق الطولي، الاختراق الطولي. بص حضرتك هتلاقي اللي عليه الدايره والسهم ده، الكره ملعوبه له، ده ماتش الانتاج الحربي. اتلعبت له خفي، دي مشكله اوباما، بيتحرك كده تحرك خفي وتتلعب. ميزه بالنسبه لنادي الزمالك ومشكله ميزه طبعا بالنسبة مشكله للنادي بالنسبه لنادي الاهلي. لو عرضنا برده الصوره اللي بعد كده هنلاقي اهو اوباما، هنلاقي عمر السعيد نزل سقط واوباما اتحرك في ظهره، بتتلعب له تمرير طولي، عمر السعيد ينزل يسحب المساكين معاه وتتلعب تمرير طولي لاوباما. دي على طول جمله محفوظه محفظها لهم جروس. اذا لازم يكون في رقابه قويه جدا على اوباما. على فكره في نقطه مهمه جدا، او تكون اصل خلي بالك الرقابه اللي هي المان تو مان. لا ارجع تاني يا سمير، تخلي بالك. لا تخلي بالك، لانه الاماكن مهمه جدا. يعني ايه؟ يعني انت ما ينفعش تمسك احمد ثابت لاسلام طبعا، وتمسك سمير مش مان تو مان، يعني مش مفيش حاجه اسمها مان تو مان. انت في منطقتك، انا بلعب عمرو السوليه مثلا وجنبه حسام عاشور، الاثنين دول يبقى كل واحد في المنطقه بتاعته بالمهام اللي محدده ليه، ان هو يطلع لقدام يمسك كذا لو جاله هنا فرجاني. خلي بالك انت بتتكلم في اوباما وبتتكلم في كهربا وبتتكلم في زيزو، هنرجع له هنروح له وكذا، ولكن من وراهم الحقيقه اللي بيظبط كل الامور دي هو فرجاني ساسي طبعا، واحد من اهم واخطر اللاعبين في نادي الزمالك. في برضه نقطه مهمه جدا، انا اقصد اقول لك ان ما ينفعش حد يمسك حد طبعا. وجهه نظري يعني ممكن يكون هو عنده، بس في بعض اللعيبه الخطيرين ممكن تحط لهم واحد قوي بدنيا زي فرجاني ساسي. يعني انا من وجهه نظري ممكن تقرب له واحد. ليه؟ لان فرجاني ساسي لما نجيبه، طيب لو فرجاني راح لعب ناحيه الشمال هتعمل ايه؟ هتخلي اللي بيلعب ده يروح الناحيه الثانيه؟ هو اصل هو طارق حامد دايما بيسقط لتحت، هم محفوظين. طارق حامد بينزل يسقط لتحت يستلم الهجمه، وفرجاني ساسي هو اللي بيزيد. طارق حامد ما عندوش حته الزياده، فدي نقطه مهمه جدا. يعني انا برضو عندي نقطه مهمه قوي، ان كل نقطه قوه للزمالك نقطه ضعف في نفس الوقت. هقول لحضرتك ازاي. اوباما زي ما احنا اتكلمنا عنه، الا ان اوباما برضو نقطه ضعف في بعض الاوقات. ازاي؟ اوباما لعيب مزاجي. لو مش في حالته يبوظ الفرقه كلها. يعني لو مش في حالته تلاقي هجمات الزمالك، لو في حالته مش هيقطع على الجون، مش هيقطع، الدنيا بتتلعب، هجمات الزمالك تبقى بطيئه، هجمات الزمالك هتبقى مفيش سرعه تحول من الدفاع للهجوم. فدي برضو مشكله. نيجي للاعب الثاني، الميزه الثانيه اللي هي كهربا. كهربا ارقامه لو عرضناها اللي هي ارقامه خطيره جدا. يعني كهربا اعلى لاعب في الدوري، ثاني هداف الزمالك، واكثر لاعب في الدوري عامل اسيست. كهربا لاعب 19 ماتش مسجل 10 و10 اسيست. راح على الجون كم مره؟ كهربا اكتر لاعب في الزمالك راح على الجون، عمل محاولات على المرمى. عامل 61 محاوله. رقم كبير قوي. بنسبه نجاح واصله ل 40%. معدل محاولات كهربا كل 90 دقيقه. بس انا هنا برضو معلش يا احمد، انا هنا في الموضوع ده تحديدا، اذا كنت بتتكلم عن الناحيه الهجوميه، ما خلي بالك هو كجناح ايسر له مهام دفاعيه.
طبعا، وهي بالتالي هي نقطه ضعف كبيره. ما انا قلت لحضرتك كل نقطه قوه في الزمالك نقطه يعني ضعف. يعني انت هنا الارقام اللي بنتكلم عنها هي ارقام هجوميه فقط، وبالتالي بتبان ان ايه، هو طبعا كهربا لعيب كبير بس دفاعيا مش نفس لكن القوه. دفاعيا لا مش نفس القوه، هو نقطه ضعف كبيره جدا في طبعًا الزمالك. طبعا ما انا قلت لحضرتك كل نقطه قوه في الزمالك نقطه ضعف في نفس على العكس بقى مثلا لما تلاقي انت بتشوف رمضان صبحي بينزل بيرجع يرجع يدافع، جيرالدو بيرجع، جونيور اجايه جيرالدو بيلعب كانه باك رايت، وبالتالي